حياته وفي حياة الأخرى. فلا نستغرب عندما نسمع هذه القضية، فإذا كانت السماوات والأرض والعالم والأنبياء آدم سلام الله عليه وما واحدة من الأنبياء كلهم خلقوا من أجل محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين، يعني لا نستغرب، يعني كل ما نحكي هو لا يغطي تلك الخصوصية ولا يؤمن تلك الخصوصية ولا أقل من أيضا. إذا نريد أن نحكي بشيء أكثر وعدل ما كما يقول السيد رحمة الله عليه يقول نخطو خطوة نتعمق بشيء معين، يعني أيضا بعد تجديد النفوس من ويعني فك العلقة عن الإجساد وبعد أن تتجرد الروح وترجع إلى أصلها وترجع إلى تلك الروح الأولى أو الجامعة والعقول ترجع وتتجرد وترجع إلى ذلك العقل المجرد، وسنجد بأنه يوجد عقل واحد وذلك العقل هو يعني يمثل الوحدة الظلية كما يسمى، ربما من خلالها نعرف كيف تكون الزهراء سلام الله عليها حاضرة في كل مجلس وكيف، ونعرف كيف أنه النبي صلى الله عليه وآله يقول كل من سلم عليه فأنا أرد عليه السلام، كيف يعني له خصوصية يكون عنده يعني في كل البقاع ليس في الأرض وإنما في كل السماوات والأرض له خصوصية معينة، لأنه يمثل يعني النور الذي شق من الله سبحانه وتعالى كما ورد في الروايات، ومنه قد شق نور أمير المؤمنين سلام الله عليهم، ومنه قد شق نور أهل البيت سلام الله عليهم، ومن هذه الأنوار قد شقت تلك الأنوار. فما يحصل عندنا وما يعني نحصل عليه وما تكون في بني البشر هو من ذلك النور، ذلك الوجود لنقل، يعني وجود محمد صلى الله عليه وآله هو شق من وجود الله سبحانه وتعالى، وهكذا وجود أمير المؤمنين سلام الله عليه ونور أمير المؤمنين هو من نور النبي صلى الله عليه وآله ومن وجود النبي صلى الله عليه وآله، وهكذا حتى يعني يصل الدور إلى جميع يعني البشر سواء كان المجتمع المسلم أو غير المسلم. فإذا الجميع قد يعني حصلت الإفاضة له عن طريق أهل البيت سلام الله عليهم ومن أهل البيت سلام الله عليهم، فكل من يرجع بهذا الخط يرجع إلى أهل البيت سلام الله عليهم، ولا أقل من يعني لتقريب المعنى إلى يعني أذهان هكذا. يعني نرى نور الشمس هي عبارة عن قرص ربما أمامنا والضوء ينتشر بمساحات ربما أوسع، وفي حقيقة الأمر يعني نحن لي يعني قصورنا ولمعصيتنا ولعدم إدراكنا يعني حاسيسنا قاصرة أن تدرك الشمس، إنما ندرك أشعاع متفرغ، وإنما في حقيقة الأمر عبارة عن يعني شعاع واحد أو لنقل حزمة متحدة ترجع إلى معنى واحد. أما يعني ودليل على قصورنا بأننا نرى أمامنا زيد وعمر وبكر من الناس، ونرى ربما أشعة الشمس ونحلل أشعة الشمس، ومن خلالها أيضا نرى الأشياء بعد أن تسقط الإضاءة والإنارة على تلك الأشياء وتنعكس لها يعني عيوننا فينا هذا الشيء. لكن ليسأل كل إنسان نفسه لأنه لو نظر إلى الشمس بصورة مباشرة هل يستطيع أن يرى الشمس؟ لا يستطيع أن يرى الشمس. ما هو السبب؟ يعني إن نرى من خلال الشمس الأشياء فلما لا نرى الشمس ولا نعرف حقيقة الشمس؟ فنحن أيضا هذا يعني نقول بسبب القصور فينا لا نرى الشمس ولا نرى حقيقة الشمس، وبسبب سطوع الشمس وقوة إنارة الشمس أيضا يعني هذا الذي يمنعنا عن رؤية الشمس. فنحن أيضا نقول لي يعني لروح الله سبحانه وتعالى ولوحدانية الله ببداهة وجود الله ووحدانيته لا نستطيع يعني من سلك الطريق المعرف لا يستطيع أن يتصور الوحدانية، ومن أدرى منه لا يستطيع أن يحقق الوحدانية من خلال تصورات من رأى الشرك الخفي والشرك الجلي في تصورات، وهكذا نقول الكلام من لم يعرف حقيقة، لذلك نؤكد على معرفة حقيقة أهل البيت سلام الله عليه، من لم يعرف حقيقة محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين سلام الله عليهم، فهذا قصور في نفسه وهذا يعني عصيان في ذاته، وهذا تعلق بالدنيا وبأمور الدنيا، فعلينا أن نعرف حقيقة أهل البيت سلام الله عليهم. فلا يعني نستغرب عندما نسمع كل ما يطرح وكل ما يقال، ونحن كلنا وجزء يعني لا نستطيع حتى أن نضع نسبة، ربما تحدثنا ما هو حجم العالم، فنحن كل من عندنا لا يمثل ذرة تراب في
بمجنون صحارى الأرض بالنسبة إلى ذلك العالم والكون يكون أصغر وأصغر. فكل ما يحكي الإنسان هو جزء وجزء وجزء من هذا العالم، فكل ما يحكي حتى عندما تمدح أهل البيت سلام الله عليهم فأنت وجدت، يعني أنت لم توجد إلا من أجل أهل البيت، ولم تقل هذا الكلام إلا من أجل أهل البيت، ولم تحصل عندك القدرة إلا من أجل محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. فيعني أكتفي بهذه الخصوصية حتى يعني نكون عندما نسمع تكون عندنا ولو صورة إجمالية عن حقيقة أهل البيت سلام الله عليهم، ولا بس أقرأ يعني رواية أو رواية ثانية بهذا الخصوص. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما خلق الله تعالى أبا البشر ونفخ فيه من روحه التفت آدم يمنة العرش فإذا نور خمسة أشباح سجدا ركعا، قال آدم: يا رب هل خلقت أحدا من طين قبلي؟ قال: لا يا آدم. قال: فمن هؤلاء الخمسة الذي أراهم في هيئتي وصورتي؟ قال: هؤلاء خمسة من ولدك، لولاهم ما خلقتك. هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من أسمائي، لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن. فأنا المحمود وهذا محمد، وأنا العلي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين. آليت بعزتي أنه لا يأتيني أحد بمثقال حبة من خردل من بغضي أو من بغض أحدهم أو من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري. لا يأتيني أحد بمثقال حبة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري ولا أبالي. يا آدم هؤلاء صفوتي، بهم أنجي وبهم أهلك، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل. فقال النبي صلى الله عليه وآله: نحن سفينة النجاة، من تعلق بها نجا ومن حاد عنها هلك. من كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت. وكثير من الروايات في هذا المعنى قد وردت عنهم سلام الله عليهم. وأيضا ورد عن يعني بها الخصوصية بعد ذلك عندما نسمع روايات خصوص أهل البيت، عندما يعني عندما تكون السماوات والأرض خلقت من أجل علي سلام الله عليه، فلا نستغرب عندما نقول علي قسيم الجنة والنار، أيضا نسمع بهكذا بعض القصائد والمنشودات، ولا نستغرب أن يكون مع آدم ومع نوح ومع إدريس سلام الله عليه. لا بس أن أقرأ شيء من هذه أيضا الخصوصية. يقول: روي عن عبد الله بن عمر قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فغضب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما بال قوم يذكرون من له منزلة عند الله كمنزلتي ومقام كمقامي إلا النبوة؟ ألا من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد رضى الله، ومن رضي الله عنه كافأه بالجنة. ألا ومن أحب عليا استغفرت له الملائكة وفتحت له أبواب الجنة، يدخل من أي باب يشاء بغير حساب. ألا ومن أحب عليا أعطاه الله كتابه بيمينه وحسبه حسابا يسيرا حساب الأنبياء. ألا ومن أحب عليا لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من شجرة طوبى ويرى مكانه في الجنة. ألا ومن أحب عليا يهون الله عليه سكرات الموت وجعل قبره روضة من رياض الجنة. ألا ومن أحب عليا أعطاه الله في الجنة بكل عفو بدنية حوراء وشفعه في 80 من أهل بيته وله بكل شعر على بدنه مدينة في الجنة. ألا ومن عرف عليا وأحبه بعث الله إليه ملك الموت بما يبعث إلى الأنبياء ورفع عنه أخوال منكر ونكير ونور قبره. وإلى نهاية الرواية بهذه الخصوصية لا بأس أكتفي بالي يعني شيء أشير إليه. هذا التوسع الذي أعطى القصور في الجنة والرياض في الجنة، التوسعة التي تحصل في هذا الشيء في المقام التي تذكر، أيضا لا بأس أن نشير بأننا لا نستغرب بهذه الخصوصية. قلنا كل من تجرد عن الجسد يعني أصبحت له خصوصية معينة، ولا أقل من هكذا نطرح القضية بهكذا يعني أسلوب ربما وجدان كل منا يعتقد بوجود الروح، ربما حصلت بعض الأمور تحققت من خلالها أشياء، لا أقل من نقول يوجد أشياء في عالم الطبيعة
فيها تصرفات للنفس أو الروح تختلف عن وضعنا كجسد ويعني خارقة للقوانين الطبيعية كما يسمى. فلا أقل من نحن في هذا المجلس ليس أمامنا إلا أن نقول أنا أجلس في هذا المكان، لكن لو أردت أن أنتقل إلى الغرفة الثانية ليس أمامي إلا أن أسلك هذا الطريق وأخترق تلك الباب وأكون في ذلك المكان. لكن كل شخص يسأل نفسه لو يوجد في هذا المكان من الأرواح ومن الملائكة إن شاء الله يكون يعني مكان صالح لأن يكون فيه تلك المخلوقات والكائنات. فلو أراد ملك أو جن أو روح من الأرواح أن تكون في ذلك المكان، هل ستسلك ذلك الطريق وتذهب من هنا وتذهب من هذا الباب وتكون في ذلك المقام، أم ستخترق هذا الجدار وتذهب؟ فكل منكم يقين الجواب سيقول تخترق هذا الجدار وتذهب. فكلما تجرد الإنسان عن الجسد وعن المواد الطبيعية يكون له يعني سرعة تنقل، يكون له وجودات يعني لحد ما متعددة في لحظة واحدة، لا أقل من ربما قلنا نحن نريد أن نقرب الجانب العقائدي في بعض البحوث عندما تحدثنا عن سرعة الضوء، وأعطوا يعني أعطى العلماء يعني بعض يعني القوانين وعرفوا من خلالها سرعة الضوء، وقالوا يستحيل أن تتعدى قضية معينة أو سرعة معينة على سرعة الضوء، ولا أقل من قلنا في ثانية واحدة ربما يدور يعني هذه يعني فوتون أو كذلك زي أحد يعني ذرات الضوء أو أجزاء الضوء يعني يدور في ثانية واحدة حول الأرض 7.5 دورة في ثانية واحدة. ومن هذا ربما الأخ المصور ربما يعرف التقطيع الصوري إذا كانت أجزاء الثانية تكون يعني حتى الصورة ربما لا أعلم تفسير هذا الشيء، نحتاج إلى من ينجدنا من أهل الخبرة في التصوير. يعني التصوير أيضا فيه تقطيع لكن نحن لا نحضر يعني بصرنا قاصر عن أن يرى حتى الصور الفيديوية سواء كانت تلفزيونية أو سينمائية، لا نعلم أنا لم أخذ ذاك هكذا أستنتج شيء ربما ما مطابق للواقع أو لا. أقول هي عبارة عن صور مقطعة لكن يعني بصغر المسافة الفترة الزمنية التقطيعية العين لا تلمس هذا، فنرى صورة وحركة مستمرة وإنما يوجد تقطيع يقينا لا أعلم إن شاء الله يسأل ولا اشتبهنا نحن لسنا من أهل الخبرة وإنما استنتاج وقلنا. فنرجع إلى أهل الخبرة من المصورين فنسألهم إن شاء الله ونعرف حقيقة الأمر. عموما يوجد تقطيع في تلك الخصوصية كلما كانت الفترة الزمنية أقصر لا يميز يعني العين لا تميز فتراها بأنها حركة مستمرة ولا يوجد تقطيع في تلك القضية. فنحن في هذه تصور ثانية واحدة، فلو ملكة روح الزهراء سلام الله عليها تلك السرعة من الضوء فنحن نقول يعني هكذا أبو سبع مرات، يعني أنت في ثانية واحدة هذه اللقطة تمر عليك تفتر سبع مرات تمر عليك 7 مرات في الثانية الواحدة فلا تشعر بتقطيع تلك الصور. فنحن نقول لو ملكة الأرواح تلك السرعة بسرعة الضوء نحن إن شاء الله سنثبت أنه أكثر يوجد يعني السرعة التي تفوق سرعة الضوء بكثير، لكن لا أقل من نقول تدور بهذه الخصوصية ولو بالثانية الواحدة تمر عليك ربما لا تشعر بتقطيع تلك الصورة، وإذا كانت الصوت يكون بالأولى أن لا يقطع يعني عنك الصوت عندما لمن يلتفت على مدار الوقت لحديث معين لابد أن يرد على ذهنه بعض الأفكار، وبالرغم من هذا يفهم ما يقال من المقابل. فوجود الزهراء سأمر عليها في المجالس التي تعقد للإمام الحسين سلام الله عليه وولي الفضل العباس سلام الله عليه، لا نستغرب بأنها تكون في يعني موجودة في كل الأماكن، ولا نستغرب أن النبي صلى الله عليه وآله عندما يسلم عليه شخص كان حقا على الله أن يرد إلي روحي فأرد عليه السلام، ومهما تكون ومهما يكون بعد الإنسان في بقاع الأرض وما سواء كان قرب النبي صلى الله عليه وآله سواء كان في بلاده مهما تكون تلك البلاد بعيدة أو كان مخلوق من المخلوقات حتى خارج الأرض وحتى خارج المجموعة الشمسية ترجع الروح للنبي ويرد السلام. فكيف يعني يحصل هذا الشيء بالرغم من وجود آلاف وملايين ومليارات المخلوقات تسلم بالكل المخلوقات سواء كانت في يعني فيها الحياة والجمادية سواء كانت أيضا قد يعني لحد ما حلت فيها أرواح ملائكة أو تقودها الملائكة أو هي تسبح بخصوصية المخلوقات سواء كانت الأحجار أو غير الأحجار أو الكواكب أو أي شيء يكون كل شيء يسبح لله سبحانه وتعالى.
فكل شيء يذكر محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد، ففي تلك اللحظة يوجد سلام ويصل سلام إلى النبي صلى الله عليه وآله من مخلوقات كثيرة. كيف يرد النبي صلى الله عليه وآله تلك المخلوقات؟ نقرب هذه بسرعة الضوء، لكن يخدمنا نحن جانب النورية وجانب الوحدة الظلية، وقلنا كيف يعني ينتشر الضوء وكيف يخترق جميع الموجودات، كل شيء يرجع يعني بخط ويرجع إلى الأصل وإلى تلك النقطة وإلى تلك الشمس في ذلك المقام. فأيضا هنا أردنا أن يعني لا نستغرب عندما نسمع جنان، لأنه حركة الإنسان يعني روح الإنسان أو نفس الإنسان تختلف عن هذه الحركة، فلا تسع هذه الغرفة لي تلك الروح، ولا يعني لا تكون جنة له، ولا ذلك القصر الذي في الدنيا نبحث عنه يعني كذا مقدار كذا مساحة نبحث عن هذا، لا يخدمنا، لأنه الروح بسهولة تنتقل من هذا القصر إلى قصر آخر ليس فيها، بس ربما تحتاج إلى يعني مساحات شاسعة، وليس المساحات المادية التي نتحدث عنها، وإنما كل شيء هذا عبارة عن قرب إلى الله سبحانه وتعالى عندما نتحدث عن قصر ألف قصر في الجنة كذا، هذه كلها عبارة عن قرب درجات في الرقي إلى الله سبحانه وتعالى وقرب من الله سبحانه وتعالى. هذا ما عندي، واستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم إن شاء الله، يعني نبارك لجميع المسلمين والمسلمات بهذه المناسبة، ونسألكم الدعاء وجزاكم الله خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.